اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، وارزقنا السعي بين الصفا والمروة والوقوف امام المقام، وارزقنا زيارة سيد الاولين والاخرين عليه افضل الصلاة والسلام، وارزقنا صلاة في رحاب المسجد الاقصى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم بلغ عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازكى التحايا واطيب السلام، واجعله لنا وللمتوفاه شافعا في يوم الزحام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط الله المستقيم، وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله العظيم. ايها الاخوه المعزون الكرام، نحيا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، وذلك تكريما لروح المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الحاج بكر أبو العزم، والدة المعلم عاطف بكر أبو العزم، والمعلم عيد بكر أبو العزم، والمعلم صالح بكر أبو العزم، مع علم إذاعة القرآن الكريم ملك المقامات ومحرك القلوب فاروق اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر عرب، سائلين الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤمنون كل آمن كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب. جواب على العار عشان خاطر أبو إياس، عشان خاطر افتح يا أحمد، عشان خاطر اكبر بخاطرك ربنا. كلنا بنحب كل اللي قاعد ده كله قاعد بيسألك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة.